جوزيف نصيف ممثل ومطرب لبناني ولد بميروبة وشارك بالعديد من المسرحيات والأفلام للأخوين رحباني مع السيدة فيروز ودرس بمدارس ميروبة الابتدائية والتحق بمعهد عينطورة وبهديك الفترة تعرف على محمد جمال وهو ابن لعائلة فنية ومنه تعلم العزف على العود. مسيرته بدأت تقريبا سنة 1961 مع عاصي ومنصور الرحباني كمغني بالكورس وتوج كمطرب لاحق بأهم الأعمال المسرحية وبلشت مسيرة الألف ميل من بعلبك إلى مسارح العالم. بدايته الفعلية كانت عندما مثل ببيع الخواتم سنة 64 إلى جانب الراحل الكبير إلي شويري ومن ثم بفخر الدين كان العسكري عباس والد عطر الليل إضافة إلى أدوار أخرى مثل بيّل شهيدة بميس الريم وكتير كتير من الأدوار يلي بعدها خالدة بذاكرة الجمهور اللبناني. بالعام 1998 رجع جوزيف نصيف إلى جانب فيروز ومنصور الرحباني والياسر الرحباني إلى بعلبك وكانت ليالي من السحر الذي لا ينسى حيث أعيدت مقتطفات من مسرحيات قدمت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. قدم بأواخر مسيرته مسرحية بتشمل مجموعة مشاهد من المسرحيات القديمة يلي شارك فيها إلى جانب إلي شويري وأنطوان كرباج وآخر أعماله كانت بليلة القمر سنة 99 مع فرقة كراكلا. نال جوزيف نصيف وسام الأرز الوطني ومنح درع تكريمي من رئيس بلدية ميروبة بعد وفاته. من أهم المسرحيات يلي شارك فيها ليل والأنديل وبيع الخواتم بدور فضله وفخر الدين وهلا والملك ويعيش يعيش وصح النوم وناطورة المفاتيح ولولو بدور نايف بودرع وبدور حاتم بميس الريم. أما أهم الأفلام يلي شارك فيها بيع الخواتم وسفر برلك وأيضا من أهم أغنياته لو بقدر انساكي ورجعت تسأل عني وكتار من الأعمال ويلي منذكر منهم يا قمر عالشباك وما بحبك يا بيروت حزيني.